قدمنا اليوم آخر تقرير صدر حول الحريات الفردية والمساواة في تونس. التقرير هذا رصد أهم آراء المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية حول مجموعة من الحريات في تونس. مثلا كما نقول قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الحالي هو ضد إلغاء عقوبة الإعدام في تونس. أنت معاه في حاجة كما هكا ولا ضد؟ في ما يخص المشروع هذا معاه في عدم تنفيذ عقوبة الإعدام. معاه تنفيذ ضد. علاش؟ لأن ثم حقوق الإنسان، قد يخطئ الإنسان وقد يصيب. أخطأ لأول مرة في حالة في جريمة، ما هو اليعدم هو الله سبحانه وتعالى. يعني الإعدام حسب رأيك أنت يلغي حقوق الإنسان؟ الإعدام في بعض الحالات يمس من حقوق الإنسان في بعض الحالات، أما إذا كان فهمتني إنسان اقتل فهمتني وفجر هذا يستاهل الإعدام. أنا ضد إلغاء عقوبة الإعدام ونساندو مساندة كاملة ونقول له يفعل زادة، مش نبدأ يعني إذا كان باش نتبجح أنا للمحكمة قاعدة تصدر هي توا المحكمة فهمتني في عقوبة الإعدام، لكن تنفيذها التنفيذ ثم جرائم بشعة تعملت، جرائم بشعة. أنا أتفكر المخلوع نفذ حكومة الإعدام في واحد برك يستاهل باش يتنفذ فيه، الناصر الدمرجي سفاح نابل هذاك الوحيد اللي قاعد تنفيذ فيه حكومة الإعدام. كذلك توا ثم يعني قضايا نتاع قتل تعملت بشعة فهمني، خلي بقطع النظر لهنا موضوع ما نحكيوش فيه، اللي هز السلاح في يد القوة الحاملة للسلاح انت وضرب قتل يعني البوليس ولا العسكري، هذاك ما تحكي فيه موضوع هذاك تحسم هذاك. راه نقول لك الإعدام ما فيش ما تحكي فيها الحكاية. يعني فما حالات مش مع التجديد مش نقول لك مع التجديد ومع الإصرار على تنفيذ حقوبة الإعدام. باش نرجعوا احنا وقت اللي كنا عند بورقيبة ما كانش يتسامح، صدقني ما كانش يتسامح في قتل من قتل النفس بغير إذن فكان ما قتل الناس جميعا. يا رسول الله حرمت بشر من حياته وتحبسها بعد تمتعك انت وتمنى لك حياتك، سامحني قتلت القاتل يقتل مني. انا انسان سيد رئيس الجمهوريه ونقول له ينفذ عقوبه الاعدام، يفعل القانون يهديك، فعل القانون لانه هو استاذ قانون دستوري والحمد لله اللي جانا سيد رئيس الجمهوريه مني استاذ قانون دستوري. القانون لهنا واضح راهو، القانون صريح لان هي العداله فهمني. انا راه يعني كما يقولوا يعني امراه عندها يعني كاغو ولا يعني كمام على وجهها ما ترى حتى حد، تعرف كان القانون نفذ القانون يهديك نفذ خلينا بالله رانا وصلنا فهمتي في حاله حليله في القضايا البشعه ما عادش فيها ما يتحكى. خلي قلت لك اللي هز السلاح على وجه القوه على وجه الجيش ولا البوليسيه ولا الحرس ولا غيره هذاك موضوع اخر، هذاك تحسم فيه رو. لو كان سلموا لي حتى انا كمواطن عادي راه نفذ فيه الاعدام. الاعدام لازم هذاك منه ما فيهوش يعني لازم يتبقى سوى هو ولا يعني لازم انسان اخي يقتل روح شنيا مو لازم الاعدام على شنيا الشيء باش يحكم عليه اكثر من هكاك، سوى لازم يكون انه ارهابي ولا ما دام قتل روح يا حكم الاعدام سوى بالشد عام اثنين شهور باش يعاود نفس الحكايه. رئيس الجمهوريه قيس سعيد ضد المساواه في الارث، شنو هي رايك؟ لا بالنسبه لهذاك هذاك شرع ربي ما نجم ومش كان هو الناس كلها معه، هذاك حاجه حكم ربي في القران وما نجموش نتخالفوا فهمتي. بالنسبه لهذاك انا معه نتصور انا تونس كل معاه مش كان خاطر هذاك آية في القرآن وما نجموش خلفوه الناس الكل. وهو زاد ضد إلغاء تجريم استهلاك مادة القنب الهندي يعني الزطلة. شنو باش يقطعها؟ معناها ضد إنه يلغي العقوبة نتاعها، معناها اللي يكاي الزطلة يتعاقب. هي هذاك يحكم، لازم اللي يشد الزطلة بالنسبة لهذاك يتعاقب. خاطر بالنسبة من بعد يجمعوا خيرته شنيا هو، خيرته باش يضمن عليها وباش ترسيل وباش يتعب هو وباش يتعب دارهم. هذاك يتعاقب عليها فماش حل انه باش انه على القليله باش يتربى يولي يقطع حجم. وبالنسبه انا نشوفها لمصلحته. هو قيس سعيد في حملته الانتخابيه تحس هو شخص محافظ، وحتى مره جاء لتوزر وعمل محاضره في اول ما اعلن على الترشح نتاعو سالوه على المساواه في الارث
فهو لا قيس سعيد ما يحبش يدخل في بوليميك نتاع تأويل النص الشرعي. هو يرى أن إذا كان ثم نص شرعي ثم آيات منها مش قابلة للتأويل فيبقيها كما هي. وهذاك ليش قيس سعيد منها برشا ناس رشحوه، حتى إسلاميين رشحوه سواء كان محافظين أو مفتحين. معناها قيس سعيد ما يحبش يدخل في مجارات الغرب، بل بالعكس يرى أن النصوص الشرعية الواضحة اللي ما تتطلبش تأويل معناها ما يدخلش في تأويلها. وهذاك ليش جاب الروح وبرشا معناها احترام ثم برشا حتى المجتمع فهم طبيعة المجتمع التونسي. ثاني حاجة هذاك قناعاته، إنسان ما يحبش يتصادم مع النصوص الدينية الشرعية. حول إلغاء عقوبة الإعدام في تونس، شوف هنا المسألة مرتبطة بالعديد من القضايا الأخرى. يعني إذا كان عقوبة الإعدام تتلغى نهائيا وخاصة المجتمع اللي يعيش الظرف الحالي اللي نعيش فيه، مازلنا ما عرفناش معنى الوعي الديمقراطي ومعنى الانتقال الديمقراطي، وخاصة الانتقال الديمقراطي والوعي الديمقراطي هو هذا سلوك وهذا يعتبر بناء، والبناء هذا يتطلب العديد من السنوات، معناها باش نجم تحقق الشخصية التونسية المتميزة التي تحمل القيم المجتمعية. أنا نشوف في الظرف الحالي صعيب ياسر، ولكن ما بعد يمكن 20 سنة ولا 25 سنة وقت يتكرس الوعي المجتمعي ونعرفوا معنى الحقوق والواجبات، ممكن بعدين نجم نلغي عقوبة الإعدام. ولكن في الظرف الحالي وخاصة إذا كان نلاحظوا الواقع اللي نعيشوا فيه تفشي الجريمة بشكل كبير ياسر، وأصبحت ظاهرة البركاجات، السرقات، يعني الاعتداءات على حتى من خلال الحريات الفردية والاعتداءات على الأملاك، هذا كل أن يشوف إذا كان في الظرف الحالي تتلغى عقوبة الإعدام هو مش وقته، مازال الوقت، ولكن يلزمنا نبنيه الوعي هذا المجتمعي، فهمت، الوعي القيمي، معناها نكرس القيم هذه ثم نحكيه على إلغاء عقوبة الإعدام. كل إنسان قتل نفس عمدا وإلا الهب مال الشعب يتعدم، هذه في الدول الإسلامية حتى في ديننا يقول هكا، فهمت، ما عندهمش مكان في الأرض يلزموا يتعدموا. ربي قال لك يا يصلب يا ينفى، تعديت على مال الدولة وهنت الدولة وتحايلت على الدولة تتعدم، هذا شنو نعرف أنا. وسرقت الدولة كل فاسد هز خلال مال الدولة ومال الشعب، من أين لك هذا؟ أموره واضحة وصحيحة بصحته، موش واضح صحيح تعدم. أنا ما أعرف ناس مفسدين لكن ما تعرفهمش، لا أنت لا الدولة ما تعرفهمش، لكن أنا ما أعرفهم، عندي بيهم قائمة ما حتى ما يعرفهم. أعطيه لنا القائمة تفهم. لا لا وبالاسم زادة، جيت تلقى عمره 50 سنة مالك كاتب أراضي وديار باسم مرته وباسم عائلته وانت ما تعرفوش شنو يخدم، لكن هو مع اللوبيات مع الناس اللي قاعدين يغطي فيهم، هو فهمت موجودين ونعرفهم حق المعرفة. كاتب دار باسم مرته في وسمي بالبلاصة سمي في المدينة الجديدة، وعنده أرض دار في 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 حي النصر، وفيلا ترعى في المنزل الثاني، ومرته عندها كهرباء من أعلى طراز، لكن عائلة مرته جنزك شوفهم في الفقر لعينيهم، وبنتهم تملك هذه، منين هذا؟ فما عبيد يستحقوا كان يعني نتمنى نردمهم أصلا، مش حتى يعني من درجة العميل اللي يعملوا فيها. لا ندعو للقتل وكل، فما قانون يعني هو شي حاسبهم بتبيع قانون مش حاسبهم، يعني مش أنا يعني كوني أنا مثل مش أنا يعني كسلطة كحكومة يعني كقاضي يحكم عليهم أكيك، فهمتني، بالدرجة اللي مثل برشا توصي رجال نسمعوا في حكايات ساعات تتعدى في التلفزيون ولا حتى في الشارع يعرضك شكون متعدي عليه حكاية بالحقك اللي تبقى باهت، يعني عبد عادي مثل بوه يتعدى عليه ولا بوها يتعدى عليه، اللطف يا ربي، يعني هذه حاجة بالحق توجع ياسر، يعني إيش معناها عبد من لحمك ودمك يعمل معك كيكة. فما شكون أصل طويكة، فما حادثة صارت قديمة شوية وطويكة تحل الملف متاعها مثل في جرومبالي، فما شكون بو حصر 3 أولاده صغار زوز بنات ولد حصرهم في حشاك في كوري متاع بقر، الجوع والواحد هكاكة ربطهم بتل، تصور منهم طفلة دخلت حكيت 25 كيلو خرجت 12 كيلو وماتت، الولاد الزوز الولد والطفلة الأخرى خرجوا ضعاف جملة، راهو عمرهم فما شكون عمرها 13 سنة هكا شكروا والآخر عمره 11 سنة، خرجت تعرفش معناها عود
مسكين، من قلت هذا ما يستاهلش العداه، ما يستاهل تعرفش معناها بالرصاص اصلا، يبدا معدوم ويبداوا يضربوا فيه كل واحد. يعني هذا علاش انا يعني كقانون مانيش كعباد يعني نمشيو نطبقوا عليه يعني الحاجه هذه. هذاك عليه انا في في اللي كا هذم يستحقوا الاكثر من الاعدام، كان فما حاجه ما اش نعمل الاعدام نحكم عليهم، كان جيت انا قاضي نحكم عليهم اش نعمل الاعدام. بالنسبه لعقوبه الاعدام شوف علاش ديما نمشوا ديريكت معناها لعقوبه الاعدام، خلونا من عقوبه الاعدام، شو موصل علاش نوصلوا احنا في شبابنا ولا اي مواطن اي انسان مواطن تونسي علاش يوصل عقوبه الاعدام؟ علاش نبقوا نوصل مرحله الاعدام؟ مو احنا نقصوا خطوه نأطروا شبابنا ونأطروا مجتمعنا وندخلوا الداخل في مجتمعنا ونصلحوا الأغلاط والأخطاء اللي توصل عقوبة الأعداء كما الإرهاب وغيرها وغيرها من برشا حاجات. يعطيك الصحة. علاش العقوبة؟ العقوبة هيك حاجة أخرى ريه، نعالجوا نبدأ بالمعالجة ومن بعد توجيه العقوبة سهلة، ما فهم معناها ما عقوبة الأعداء ريه ما فهمش مسهل منها، يا أشنق أضرب بالكرتوس سهلة، أما علاش أرواح تمشي هكاكا راه كان متعالج راك مش تبقى كل يوم تعدم، عالج وبعد احكي على العداء. كيف قيس سعيد هو ضد المساواة في الإرث، انت معاه ولا لا؟ بالنسبة للمساواة في الإرث فصل فيها الشرع، فصل فيها الشرع معناها تشوف رو معاه، حتى كيفاش نعملوا قانون مساواة في الإرث نجم نعملوه في حد مشكرة، لكن ما نفرضوش، فما فرق بين تعمل قانون فيما فرق بين تفرض على العباد، ما نجيش نفرض على مواطن بالسيف عليك ساوي في الإرث ولا ما تبعش الشرع ولا حين نعملوا قانون مساواة في الإرث ونخلوا الحرية للعباد تختار، فهمت؟ قانون خليه اختياري سبحان الله، فهمت شنو معناه؟ ممكن علاش توا الأنواع متاع القوانين هذه يستغلوا فيها معناها حتى برشا سياسيين ولا برشا ناس في الدولة وزير ولا كذا يعطوا مقترحات نتاع القوانين هذه ممكن يحبوا يخدموهم ترجع الايجابيات على الاقتصاد نتاع البلاد، فهمت؟ علاش توا معناها باش تعمل مساواه في الارث برشا دول اخرى معناها باش تشوف لك هذاك الهدف نتاع، لكن ما تفرضش على العباد، المواطن هو حر يختار ما يختارش يساوي ما يساويش وخليه القانون مش حاجه كبيره، معناها المشكل توا المواطن التونسي راه همه كل مش قانون مساواه الارث، راه هذه من الحاجات معناها نشوفها تافهه بالنسبه لمشكله المواطن اليوميه. اخر تقرير رصد حول الحقوق والحريات الفرديه في تونس، رصد اهم مواقف المترشحين للانتخابات الرئاسيه والتشريعيه، يعني النواب ورئيس الجمهوريه وبقيه المترشحين، كان عندهم يعني مواقف من برشا حاجات. ناخذ هوني قيس سعيد رئيس الجمهوريه التونسيه، هو ضد الغاء عقوبه الاعدام في تونس. عقوبة الإعدام هي الحل الجذري في برشا حالات، كي تشوف أنت مع نسبة الاغتصاب كيفاش نسبة مفزعة برشا، خاصة في العشر سنين الأخرانيين، عقوبة الإعدام تنجم تكون كان حل جذري باش نفصل في الحكاية هذه، معناها كي تشوف بنية صغيرة معناها تعرض لحالة اغتصاب ولا حاجة شنو باش يرجع لها حقها البنية هذيك؟ معناها فما حالات تستوجب فما حالات بالطبيعة فما حالات تستوجب حالة الإعدام، على خاطر ما فما حتى حل آخر هو الحل الجذري معناها باش نقصوا من الظاهرة هذه اللي هي ظاهرة استفحلت في اخر 10 سنين في بلاد، والحل الجذري لهذه الظاهرة هي الاعدام ولا خيار على الاعدام، انا معها في حالات الاعدام وفما قانون وفما محاكم تفصل فيها هذا، معناها هي اللي تخرج قرارات معناها اعدام ولا حكم فما محاكم معناها، وانا في الاعدام هذه الحكايه يفصلها قانون وتفصلها المحاكم. وبالنسبه للمساواه في الارث، المساواه في الارث والله شرعنا وكتاب ربي الحكايه هذه في صلفه، واحنا كدوله مسلمه معناها ودوله عربيه مسلمه ودينها الاسلام، وانا كتابنا هو الحاجه الاولى نرجعوا له دين، هذيك علاش معناها فما حتى حكايه باش نقول له نعملوا بوليميك كبير على الحكايه هذه ونقول له نحكوا عليها في التلفز ولا نحكوا عليها في برامج، يعني حكايه مفصوله في القران وما نجموش نغيروا فيه. بالنسبة للتجريم المثلية الجنسية والتجاهر بالفحش، زاد قيس سعيد كان ضد يعني إلغاء الفصول اللي تجرم الحاجة هذا. إلغاء الفصول اللي تجرم المثلية الجنسية. ضد إلغاء الفصول اللي تجرم يعني يجرم حاجة كما هكا. يجرم حاجة كما هكا بطبيعة. ريت مهما يكون حديثي معك ومهما نكون معناها وتعرفي شنو معناها العمر نجم نحكي معك في أي موضوع حديثي ونكون معك ومانيش رجعي. أما في الموضوع هذا فماش حكاية فماش ني مثلية معناها
عمره ما كان حكايه مثليه ما تجيش معناها ذكر وذكر ولا انثى وانثى وما تجيش جمله وما يقبلهاش حتى المخ. واحنا كالمسلمين ديما هويتنا مسلمين، الحكايه هذه ما يقبلهاش المخ. وبطبيعه انا معايا في القرار هذا. بالنسبه للتجريم المثليه الجنسيه، شوف هي كظاهره في المجتمع موجوده عبر التاريخ الانسانيه الكل قائمه الذات، ولكن احنا المجتمع كنا نتعامل معها بشيء من التسامح وشيء من القبول. علاش؟ لان فما هناك تسمى ثقافه الاختلاف، لابد قبول الاخر كما هو عليه. اذا كان هو من خلال تنشئه اجتماعيه ومن خلال الوضع اللي تحط فيه، هو الوضع يعني المجتمعي اللي تحط فيه افرزت هالامراضيه، وساعات تلقاه هو تلقاه مرض نفسي، وحتى تلقاه مرض يمكن فيزيولوجي، ساعات تلقاه افرز هالسلوك هذايا ولا هالتغير في مستوى يعني السلوك هذا. حسب رايي ما نجمش نجرمه، ولكن ايضا لابد ان نتعامل معه بالتسامح خلال المجتمع، وايضا ما نجمش نقنه وتبقى كظاهره تعيش معنا في وسط المجتمع فقط. علاش نقول لك كل رئيس عنده كيما غرفه وجهه نظر ولا مبادئ باش يسير به البلاد ربما، لكنهم في الاخر حال معناته مش ينفرد بالراي، مش عنده مجلس نواب باش يعدي قانون باش ما نصورش مش يقول هو باش تفرض، معناتها باش يتناقش حسب مره هكا وكل واحد عنده فكرته. انت كمواطن مثلا، انت كيما قيس سعيد ضد الغاء عقوبه الاعدام؟ لازم تحط رايي انا في شنو معناتها ريفيرونس. والله رايك الشخصي أنا الشخصي والله لا، فما حالات ما يستحسن أن يتنفذها، فما حالات قتل ولا اغتصاب ولا شنو، فما حالات معناتها يتنفذها خير. أنت ضد المساواة في الإرث؟ والله ضد المساواة في الإرث، هو شاء ربي إيش قال معناتها، مش فهمت، مش إحنا باش نقولوا، هو ربي إيش قال والرسول إيش قال. أنا رأيي الشخصي ضد، هو ضد سي قيس سعيدي في هذه، ربما يكون نوافق الراي في حاجه اخرى. لا، ما يخص تجريم المثليه الجنسيه والتجاهر بالفحش في بلادنا، انا ضد. زاد شنو راك، بلادنا بلاد اسلاميه قبل كل شيء، احنا مرجعياتنا اسلاميه ودينيه فهمتني، والران وحاجات كيما هذه معناتها حتى ربي معناتها في القران مذكوره فهمت. يعني معقول برشا انه ضد؟ اي معقول برشا حاجات معناتها مبادئنا الدينيه بصراحه، ما هذا بيه الواحد ما يمسهاش فهمت، حاجات واضحة وباينة في الدين وفي الشرع وقال عليه ربي والرسول تقعد كما هي، احنا مش بلاد باش نبدلوا ديننا فهمت، ولا حاجات أخرى قانون وضعي وعملناها احنا يتناقش، حاجات تاع ربي تقعد في بلاصتها فهمت ولا.